هيلينا موبيليا. يبدأ كل شيء أحيانا بهدية صغيرة. عندما تدخل الأناقة في الحياة، لغة الحب تخاطب القلوب. داود كازار عندما بدأ تجارة طاولات الصدى في عام 1987، أشرقت شمس جديدة على فن كاد يصبح من ذكريات التاريخ. في عزم الإيمان والأهداف وإلى جانب الحماس، بدأت هيلينا موبيليا العمل بمساحة 100 متر مربع في عام 1993. اللمسات الجميلة والخطوط الأنيقة تزيد الحب فينا وتقلل المسافات، وكل ذلك لنريكم جمال الطبيعة. كنا نعرف ماذا نصف في كل لمسة صغيرة. نظرتنا وتمسكنا بالفن جعلنا الشركة الوحيدة في تركيا لإنتاج الصدف والأخشاب الفسيفسائية. هيلينا موبيليا تجعلنا نستمتع بالأخشاب المزينة بالفسيفساء والصدف الذي يحمل آثار الفن العثماني من الماضي إلى يومنا الحاضر، كالأثاث المنزلي، الطاولات، الشطرنج، الهدايا، الديكور المنزلي، غرف السويت، وكل ما يطلبه زبائننا الكرام بتقاليد الدولة العثمانية. يتم تصنيع هذه المنتجات في عالم الفن المفتوح على مساحة 10,000 متر تقريبا، ويتم بيعها في مدينة اسطنبول وفي الأماكن السياحية في مدينتي أنطاليا ومغلة. ومع تقدم الوقت تستمر شركتنا بالتقدم في الأسواق العالمية وتصدر منتجاتها إلى ما يقارب 25 دولة. أعجب الزوار الأجانب والمحليون بمجال عملنا في هاتاي، حيث تعرض فيها منتجاتنا التي تم تصنيعها من الفن الخشبي والصدفي. وسوف تدهشون بصالة عرضنا التي تبلغ مساحتها 4,500 متر مربع، وتقدم هيلينا موبيليا إلى زوارها الكرام وأهم شخصيات المدينة قاعة متعددة الأغراض ومطاعم على مساحة 1,000 متر مربع تقريبا. شركة هيلينا موبيليا حازت على شهادة الجودة إيزو رقم 9001 وعلى العلامات التجارية والتصميم الرائد، وقد أخذت خطوات لتسجيل العلامة التجارية الدولية من قبل 12 دولة. هيلينا موبيليا الفن الذي يمتد من مدينة الحضارات إلى جميع أنحاء العالم.